بالراحة بالراحة يا سعاد بالراحة. حاضر يا بدران، أنا هعمل إيه؟ أنا بغير لك على الجد. الله قول لي يا بدران، عملت إيه بقى في الموضوع اللي كلمتك فيه؟ بفكر. نعم، أنت لسه هتفكر؟ يا بدران حرام عليك، ده أنا بطني قربت تبان وهتفضح قدام الناس كلها. ما أعمل لك يا سعاد، ما أنت جالي بلوى برضه. ما هو غصب عني يا بدران. غصب عنك؟ ليه؟ وانا كنت ضحكت عليكي وخدتك في حته ضلمه، ما كله كان برضاكي. اه اللي حصل حصل. حصل اسود. طب ما خلصتيش من بره بره ليه؟ دي شك الدبوس، وان كان على قرشينات انا اقوم معاكي بالواجب وبخصمه من ماهيتك. انا رحت عند الدكتور. قال لي لو عملت العمليه دي فيها خطر على حياتك. يبقى مش دكتور. من بكره هروح ارفع عليه قضيه واشتكيه النقابه. خطر على حياتك؟ ده لو ما عملهاش يبقى خطر على حياتي انا، ولا عشان بخت اهلي انا الاسود؟ يا بدران حرام عليك، اهلي ناس غلابه، لو عرفوا حاجه زي كده ممكن يروحوا فيها. كمان طلع لك اهلي، دي حلوت على الاخر. دبرني يا اخويا، انا مش عارفه اعمل ايه. يا ريتني كنت اخوك دلوقتي. يا ريتك كنت اخويا، وبعد اللي عملته خلاص دلوقتي خلاص. اسمع يا بت، ما تجيش هنا تاني، ما عدتش عايز سكرتيرات. ايوه كده بان على حياتك يا بدران. يعني انت مش عايز تقف جنبي؟ لا. طب والله يا بدران هفضحك قدام الناس كلها واقول كل حاجه. سعاد كده يا سعاد تفهميني غلط وانا مجروح. اخص عليك. اقعدي يا سعاد، اقعدي لو سمحت، اقعدي عشان انا تعبان. انا قصدي انت في اجازه مفتوحه، مفتوحه على الاخر عشان تريحي وعشان لبطنك، ومهيتك ماشيه زي ما هي عشان تتغذي وتتقوتي، مش عشانك انما عشان ابني. بس ليه تسلم الورق اللي عندك؟ عشان ده بتاع ناس ملناش فيه. واتفضلي يا ستي، مهيت شهر قدام عشان تعرفي قد ايه انا بحبك. بس هخصم 200 جنيه عربون اتعاب القضيه اللي هرفعها على الدكتور. قومي قومي، تعالي في حضني يا ام ابني. يا ترى سميتيه ولا سمه انا؟ اسميه انا. والمصحف ما قلت حاجة ولا اتكلمت ولا جبت سيرة حد، والمصحف ما قلت حاجة. ما تخافش، أنا عارفك طول عمرك راجل وجدع، خايف ليه؟ خد مخمخ اسكت ولعني. ارد عليك عم الشيخ. واتقوا الله لعلكم ترحمون.
معلم النوح كبير الصحراء، جماله حفظها شبر شبر، واسمه عندنا زي الجنيه الذهب. ابنه براءة أشقى خطر في المنطقة وأسرع موزع في السوق، واسمه مكتوب بالحبر السري عند الداخلية لغاية دلوقتي. معلم أبو سنة، يا جمالك يا معلم يا خال، يا كبير الكبار، يا أمير الأمراء، يا مكيف الكيف، يا أصل الدويقة ومنشية ناصر، صيتك من الصعيد لغاية هنا. خميس أبو سنة أفندينا، برنس المزاج، أبو الرجال، وكفه معلم على وش اللي ما يتسموش. خلاصة الكلام يا رجالة، الفرقة خطر والمصلحة تحكم. قبل ما تكمل يا باشا، الحكاية أصلها الدم، والدم أصله غدر. دي ما تسويش دي يا أبو السنة. الموت أهون يا نوح. أيوة بس لما يبقى القتيل ده ابنك ولا أخوك، الكلام هنا يفرق أوي يا معلم أبو السنة. جرى يا رجالة، احنا مش جايين نقلب في الدفاتر ونصفي حسابات. اللي فات مات، كفايه عليك يا نوح بضاعتك اللي راحت، والراجل بتاعك اللي الحكومه مسكته قعدت تعصر فيه عشان يقر، الله اعلم خلصتك منه ازاي. وانت يا ابو سنه، بضاعتك بدات تشح في السوق، هتنكشف، والشغل الشعبي ما بقاش يليق بافندينا. شوفوا يا رجاله، كلنا عارفين قانون اللعبه كويس، اللي هيورب سنة هيقع، عشان كده لازم نركز ونشوف مصلحتنا، واللي مش عايز ما يلزمناش. السوق زي ما ليه ايد بتدي، ليه سنان بتعض ورجلين بتفرم وتخلص. ربنا يا رب يعوضنا على البضاعة اللي راحت، وإذا كانت الخسارة على قد الفلوس ما يهمنيش، إنما الخسارة اللي لا يمكن أسكت عليها أبداً هي خسارة الرجالة. ربنا يديم علينا نعمة اللمة بتاعتنا، نعرف فاتحة على المرحوم. آمين آمين آمين. فاتحة عهد، والعهد سيف على رقاب الكل. بس أنا مزنوق في سؤال كده يا باشا. فك نفسك وقول يا أبو سنة. هو مين المرحوم؟ مرحوم يبقى الدار اللي بيننا وبينهم يا خال. سعيكم مشكور يا رجاله. استنى انت يا خميس. عايزك. اسر باشا، اسر باشا. ايه في ايه مال؟ مصيبة. طب خد نفسك كده وقول لدوه في ايه؟ الواد اللي اتمسك امبارح في الكمين ماله؟ قتلوه. ايه؟ قتلوه؟ العمروتي ده طول عمره داهية، يعرف ازاي يكسب اللي قصاده. قري خميس من اول سطر وعرف ازاي يجيب، بس افندينا مش ساهل. انا مش فاهم حاجة، انت مبسوطة ولا زعلانة ولا قلقانة ولا ايه بالظبط؟ خميس رجع السوق تاني، وقعدته مع العمروتي هتقوي قلبه وتخليه ما يهموش حاجة. ما انت لسه قايلة يا حاجة، ابنك مش سهل. طبعا ابني، هيجيبه منين؟ ربنا يخليهولي. لا بالحق يا حاجة، البضاعة اتصبرت في الصعيد والرجالة جاهزة، أنا حضرت الفلوس وإن شاء الله هنزل عشان أخلص فيها. مش لوحدك يا أبو سنة. طبعا الرجالة معايا، ولا عايزة كلام؟ لا، القصد إن خميس يروح يسلم ويستلم. خميس؟ أفندين؟ وماله؟ واحد
يا سلام، مصر بتبقى حلوة قوي بالليلة خميس، تحس إن كلها بتاعتك ومحطوطة في جيبك، تحس إنك راكب فرس وماسك اللجام كويس. مالك يا خميس؟ مفيش يا باشا، بس انت قلت لي عايزك وجينا وبقالك ساعة ما تتكلم عن مصر حلوة ومصر جميلة ما انا عارفها. انا متابعك من زمان يا خميس، دخلت دماغي وانا صعب قوي حد يدخل دماغي، من وانت صغير وانا مراقبك وعجبتني لان ليك كرامات مع الحكومة، واللي عجبني اكتر ان انت رميت عمرك ورا ظهرك ورحت تطالب بحقك وقتلت غريب وسط الحكومة. خيانة تمنها الموت. في السنين اللي فاتت خميس السوق اتغير، ناس كتير اتحرقت، انا كنت مستنيك، انت خلاص اديت الحكومة حقها، ناخد حقنا بقى. لا يا باشا، بس انا يا دوب لسه خارج بتفرج على الدنيا من بره، ما عنديش نية اغرس تاني. كيف ما بقاش المزاج خلاص يا خميس؟ بس انا يا بيت العمر بتاع مزاج، من وانا عيل صغير قد كده وانا بتاع مزاج، وبحب وبشتغل بمزاج، وزبايني كله بتوع مزاج، ناس رايقة معندهمش مشاكل ولا ليهم في الدوشة ولا حتى لخبطة الكيمياء. الناس اتطحنت يا خميس، بقت عايشة في دوامة. الطحنة دي خلصت على اللي في جيوبهم وخلصت على صحتهم. بقى الزبون من دول يدور على نص برشامة عشان يوانوي، واللي معاه قرش ما يلزموش البني خلاص. بقى بيدور على خطين أبيض مخلوط عشان يسافر. زمن المزاج ولا يا خميس؟ أنت عايز مني إيه بالظبط يا باشا؟ أنا اصطفيتك يا خميس، هخليك كبير السوق. ايه بيه، بس أنا لما وقعت أنت سبتني. عيب عليك تقول كده يا خميس، أنا حاطط عيني عليك حتى قبل ما تخش السجن. أمال مين اللي غير الحرز بتاع البضاعة قبل ما تروح المعمل الجنائي؟ مين اللي جاب شهود نفي وخلى تحريات المباحث تقول ان ما كانش عندك نية تقتل غريب؟ مين اللي ضغط على نوح وقال له ما يتهمكش بقتل ابنه ويحضر المحاكمة بتاعتك كلها من غير شوشرة؟ كل اللي انا عملته ده يا خميس خلاك تاخد 7 سنين بس، وانقذت رقبتك من حبل المجتمع. والحقيقة ان بدران ما كدبش خبر، نفذ كل اللي قلته له بالحرف الواحد. شفت بقى انت ظالمني ازاي يا خميس؟